جميل أخي إبراهيم، أنا الحقيقة كنت أنتظر مثل هذه الأسئلة للأمانة. النقد والنقاد، طبعا إحنا الآن مشكلتنا للأمانة يعني الشعراء كثير جدا والنقاد قليل جدا. طبعا ليس كل الأشخاص يملكون أدوات النقد. أنا أضرب مثال فقط واحد ولا أريد أن أدخل في معمعة الأسماء بصراحة، لكن أنا أضرب لك مثال بس فقط. أولا أنا من الأشخاص الذين أكرمني الله سبحانه وتعالى وتتلمذت أو كنت أحد طلاب الناقد عبد الله الغذامي، أستاذ النقد في جامعة الملك عبد العزيز آنذاك. الآن لا يوجد عندنا في المملكة نقاد بحجم الغذامي. لدينا مجموعة من النقاد، لكن مشكلة النقد تكمن في ماذا؟ إنه الناقد أحيانا يخرج عن هدف النقد إذا غلب آراءه الشخصية، إذا غلب آراءه الشخصية أو ميوله الشخصي على أدوات الناقد خرج، أصبح في الحالة هذه تحول هو لموضوع شخصاً أو وابتعد كل البعد عن النقد يعني. فالساحة الأدبية عندنا، الساحة الشعرية مليئة بالنقاد، لكنهم يعني قليل قليل جدا، يعني لا يوازون حجم العدد الموجود من الشعراء. يعني انت الان لو افترضنا جدلا، انت جيت تبغى تنظم العملية كتنظيم مثلا، يعني وقلت زي الفصل مثلا كل 30 طالب بحط عليهم عريف. انا الان لو قلت يعني بس ابغى كل 30 شاعر احط عليهم ناقد، يعني ما راح الاقي عدد كافي من النقاد. أنا أقصد من النقاد اللي عندهم أدوات النقد كاملة وعندهم إلمام كامل. أنا ما أقصد الناقد اللي يجي يقول لك عجبني وما عجبني وكويس يعني يفتي بهواه، لا. أنا أبغى طبعا هذه مسألة تغليب الهوى، هذه موجودة يعني من قديم، يعني بعض الشعراء قديما يعني في بعض النقاد لم يستحسنوا أبياتهم لأنهم لم يأتوا على هواه يعني. وهذا وأنا أذكر يعني في تقسيم ابن قتيبة لأقسام الشعراء، يعني الشعر عندما قال تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب. والمهمة من ضمن الأبيات اللي وصفها بأنها بس يعني إنه ألفاظها بس كويسة وزي كذا ما فيها أبيات الناس جميعهم يستحسنها يعني، وعد منها أبيات جرير المشهورة إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، قال يعني عبر عنها بأنها يعني حلوة من ناحية اللفظ. ولما وصل عند الأبيات اللي هي ما أدري لجميل ما أدري المين اللي يقول ولما قضينا من كل حاجة ومسح بالأركان من هو مازح وشدت على حدب المهارة رحالنا ولا ينظر الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسارت بأعناق المطي الأباطح. وهذه تعتبر يعني من أروع الأبيات، وهي قصيدة أطول من كذا حوالي 10 أبيات أو 8 أبيات، الكل مستحسنها، لكن ابن قتيبة لم يرى فيها أي شيء إلا بس حلاوة ألفاظ. والسبب أنه ابن قتيبة كان رجل دين رجل قضاء يعني، ف كل ما شاف يعني بعض المعاني يعني ما تلائمه من الناحية الدينية أو من ناحية فكره الديني يعني ما عجبه، بس يعني اعتبرها بس مجرد ألفاظ. فالأصل في الناقد إنه يتجرد، إنه يتجرد ويحكم بالأدوات يعني مو أهواءه الشخصية. يعني أنا ما أدري، لكن على سبيل المثال يعني خليني أقرب لك الصورة أكثر. يعني مثلا لو أخذنا على سبيل المثال كرة القدم، معلش يعني أعتذر لكم بس عشان أوضح الصورة. يعني أنا الآن يعني إيش اللي يمنع أني أنا أجي أقول لك أنا أشجع الفريق، أنا كتبت لكم مثلا أنا أشجع ليفربول على سبيل المثال، بس هذا ما يمنع أني أقول مثلا أنه الإنتر كذا وكذا وكذا وكذا، أذكر محاسنه
بايرن ميونخ كذا وكذا، برشلونة، أذكر محاسنها يعني، أعطيها حقها، ثم بعد ذلك أنا أقول أنا أشجع كذا، ما عندي مشكلة. فأنا أقصد أن الناقد يجب أن يتجرد، يعني يجب أن يظهر المساوئ والمحاسن بشيء من الإنصاف وبشيء من الشفافية. أما رأيه لا بأس، يعني خلاص مو شرط، لا يعجبك موسى خلي 1000 واحد ثاني ممكن يعجبك، بس أعطي موسى حقه، وهكذا المفروض يكون ويسير النقد.